كمان من الحاجات اللي كانت نقدر نسميها ماستر سين في المباراة النهائي الكونفدرالية هي ياسين البحيري، طبعا نجم وسط الملعب بتاع فريق نهضة بركان، وكان ليه صورة شهيرة مع طبعا نبيل عماد دونجا. ففي بيان من مجلس إدارة نادي الزمالك بيخص الجزئية دي، وادي الصورة قدام حضراتكم، وحماية دونجا من السقوط بطريقة خاطئة ممكن تأذي رقبته تأذي كتفه، فالحقيقة وكمان طلعت بطريقة لا شعورية وبطريقة تلقائية، فدي يمكن اللي خلت الواحد على روح الجميل. أنا في اعتقادي الصورة دي هتعيش عمر كامل مع ياسين البحيري. البيان بيقول: يسمى من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تدخل ليمنع سقوط نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية والتي توج بها الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه. ويتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب على تصرفه الذي لاقى استحسانا واسعا من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامة، متمنيا دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم. الحقيقة سبحان الله بيه كده مواقف ممكن تعيش مع اللاعب مدى الحياة وبتبقى تلقائية، فطبعا صورة عملت قصة كبيرة وعاشت في وجدان جماهير الزمالك. وانا الحقيقه دايما بقول لكم ان اللقطه دي ماستر سين، ومن هنا ده هنا بيعظم فكره الروح الرياضيه وبيعظم فكره ان انت بتتنافس على الكوره بشكل فيه منافسه ممكن تكون شرسه جوه الملعب، لكن في الاخر تبقى الاخلاق تبقى الروح الرياضيه. شوف احنا يمكن نكون فرحانين بالبطوله، لكن يطلع بيان من مجلس اداره. الحقيقه انا بهني مجلس اداره على اللفته دي، وان هو يعني يبروز حته زي دي طبعا لاحد الانديه الشقيقه من نادي المغرب الشقيق. وفي نفس الوقت كمان يمكن كمان نشوف شيكابالا ودونجا لما قربوا لفريق نهضه بركان بعد البطوله، واحنا كمان من هنا بنقول لهم هارد لاك طبعا لفريق نهضه بركان، الفريق المميز الفريق القوي الفريق الشرس الفريق اللي ما خسرش ولا مباراه في البطوله. ففي الاخر بترسخ فكره الاخلاق. بنلعب كره قدم، لكن في الاخر انت بتسلم على بعض، في الاخر ممكن تكون يوم ليك النهارده يوم مش ليك. كل التقدير لطبعا فرق المغرب كلها، كل التقدير لفريق نهضه بركان، بس الصوره دي عملت جو مختلف. الصوره دي هتزود العلاقه ما بين الكره المصريه والكره المغربيه. ممكن تكون تصرف تلقائي في نوبل في الاخلاق الحقيقه في هذا التصرف. فيمكن انا سعيد جدا، ودايما كلنا اتكلمنا عليها وخدنا بالنا ان الصوره كانت اكتر من رأي. حتى يمكن كان في بقيه المباراه اول ما دونجا قام مسلم على ياسين على طول وحضنوا بعض. شوف شيكابالا كمان بعد المباراه بيواسي لعيبه نهضه بركان، وطبعا شيكابالا ايقونه افريقيه فكل اللاعبين عارفينه بشكل كبير جدا جدا، وما كانش يمكن ليه حظ انه يبقى متواجد في الماتشين، لكن شيكابالا يبقى بنجوميته ونزوله مع اللاعبين ومواساتهم، فاكيد ده شيء كبير بالنسبه لهم ويعكس فكره الاخلاق زي ما قلنا لحضراتكم. شوف بيمر على كل اللعيبه وبيسلم عليهم في الملعب، فدي قيمه النجوميه واهميه النجوميه وقيمه اللعيبه الكبيره وقيمه الاخلاق العاليه. طبعا كمان يمكن من شوف زي ما شايفين حضراتكم الصور عامله ازاي، انا شايف الحقيقه فيها يعني بناء علاقات جيده و ترسيخ فكرة الروح العالية.